سيد أمير متقي، أهلا بك وشكرا لك أن كنت معنا في هذه النشرة. أنتم موجودون في الدوحة، ماذا عن لقاءاتكم، عن نشاطكم، وأهم شيء ماذا عن لقائكم بالطرف الأمريكي؟ منذ يومين وأنا التقيت بالوفد الأمريكي لمدة يومين متتاليين، والمفاوضات انتهت بصورة رائعة وكانت الأجواء إيجابية جدا، واستمعنا إلى قلقهم وهم أيضا سمعوا إلى أفكارنا ومقترحاتنا، وحسب اتفاق الدوحة على الولايات المتحدة تحترم السيادة الوطنية وأن لا يكون هناك تحليق طائرات دون الطيار في الأجواء الأفغانية، وأن يقوم أو تقوم الإدارة الأمريكية بشتب القائمة السوداء، وأن يكون هناك تعامل إيجابي مع الحكومة الجديدة وأفغانستان. ونحن قمنا بتنفيذ في ما جاء في اتفاق الدوحة، ولم نسمح ولن نسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين بما فيها الولايات المتحدة، ونحن نقوم بكافة اتفاق الدوحة بصورة كاملة، ونقوم بمسؤولياتنا تجاه المجتمع الدولي والولايات المتحدة. عندما تقولون بأن لقاءكم مع الطرف الأمريكي كان في أجواء إيجابية وما ذكرته من نقاط الآن سيد متقي، ماذا تقصد بأجواء إيجابية؟ په دې برخه کې خو هغه مثبت لوری دا و چې امریکایي لوری هم غواړي چې تعامل ولري. كان هناك النقطة الإيجابية بأن الجانب الأمريكي يريد أن يكون هناك تعامل بين الطرفين، نحن نريده وأيضا الإدارة الأمريكية تريد أن تتعامل مع الحكومة الجديدة، وأعتقد أن الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة الحالية تريد التعامل الإيجابي في الناحية السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وأن لا يكون هناك حرب في أفغانستان، وأن لدينا سياستنا الخاصة وبناء عليها نريد أن نتعامل مع العالم، وأن لا تكون أفغانستان مسرحا للتنافس السلبي بين الأطراف، وأن يكون هناك الاستثمار في أفغانستان، وأن يكون هناك العلاقات السياسية المتبادلة، وأننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وأن الحكومة الأمريكية تعترف بأن هناك أمن، وأن الشعب الأفغاني الآن ينعم بالأجواء الآمنة في أفغانستان، والآن لا يوجد هناك أي فصائل عسكرية أو من يريد الحرب في أفغانستان. وماذا عن ملف الأسرى وهو من الملفات المهمة والمطروحة؟ حکومت خپل اصول لري یو اصول لمخ اجرات کوي او فی افغانستان الحمد لله ان هناك الحكومه لديها قواعد ومبادئ وانها تتعامل بناء على هذا الاصول والقواعد مع العالم بكم هو دو اتباع افغانستان، واذا يكون هناك مواطنين اجانب معتقلين في افغانستان ولكننا نريد أن نحل هذه المشكلة وهذا الملف بصورة يعني يناسب لكل الطرفين. هل هناك تفاصيل عما دار بينكم وبين الطرف الأمريكي فيما يتعلق بمسألة الإفراج عن هؤلاء الأسرى؟ هناك قنوات خاصة، هناك دوائر رسمية، وهناك أجهزة أمنية تتعامل مع هذا الملف، وأن هناك علاقات لدول مواطنوها معتقلون في أفغانستان. عن هذا اللقاء الذي جمعكم مرة أخرى بالطرف الأمريكي، هل معنى ذلك أن هناك آلية في اللقاء مع الطرف
الأمريكي أصبحت تسهل هذا التواصل مع الطرف الأمريكي وبالتالي إثارة كل القضايا مرة بعد مرة مع الطرف الأمريكي؟ بلي مكسي لدي سر بار بار كينو مختلف موضوعاتي بس بوسني ومجلسون كتير. لدينا قنوات وهناك آلية واضحة للجلوس والمفاوضات مع الولايات المتحدة، وهناك قضايا عدة يتم مناقشتها أثناء هذه المفاوضات والاجتماعات، وتطرقنا أثناء الاجتماعات لقضايا عديدة تهم كلا الطرفين. ومثلا يعني قمنا بمناقشة قضية البنوك، وعلى الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات حتى تتمكن البنوك الأفغانية من إرسال واستقبال أموال. وأيضا تطرقنا إلى أموال المجمدة في البنوك الأمريكية والأجنبية، وأن يتمكن البنك الوطني من التصرف في الأموال الموجودة لدى الولايات المتحدة، ولدينا هناك لجان مختصة في جميع القضايا، قضايا لجان سياسية، لجان أمنية، لجان اقتصادية، وكل لجنة تتحدث فيما تخص أفغانستان. وهذه الاجتماعات واللقاءات يعني تفتح الأبواب لبناء الثقة بين الطرفين، وبصورة عامة أنا راضي عن نتيجة عن هذه الاجتماعات وأن الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح. سيد متقي، أثرت في بداية كلامك مسألة التزام الحكومة الأفغانية بعدم استهداف الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من الأراضي الأفغانية، هل لك أن تفصل بما يتعلق بهذه النقطة؟ لو مشكل هذا المشكلة الكبيرة، وأن منذ 20 سنة الماضية وأثناء الاحتلال الأجنبي جاءت يعني جماعات إرهابية كبيرة وكثيرة إلى أفغانستان، وأنها كانت يعني تستهدف القوات الأجنبية، وأنها كانت تعمل دعايات بأن هناك القاعدة موجودة وحركات مسلحة أخرى، وفي المقابل هي كانت تقوم بقصف المدارس والقرى والأرياف، وأن هناك جهات تقوم يعني ببث الدعاية وتقارير ومعلومات خاطئة، وهي تقوم يعني ببيع هذه المعلومات الخاطئة على الدول الجوار والولايات المتحدة، وأنهم يعني يتحكمون أو يحكمون هذه التقارير في تصريحاتهم وفي اتخاذ مواقفهم منا. وبخصوص القاعدة، هؤلاء من أين حصلوا على هذه المعلومات بأن هناك وجود وحضور لتنظيم القاعدة في أفغانستان؟ ما هي مصادرها ومن سرب لها هذه المعلومات؟ أكثر دغس معلومات مغرزة، وعن نحن الذين يعني نحكم أفغانستان، فنحن لماذا لا نرى هذه الحركات ولماذا لا نرى القاعدة؟ وهناك محاولة لتشويه سمعتنا، ولا يمكن لأحد أن يقدم دليلا قاطعا لوجود القاعدة أو حركات مسلحة داخل الأراضي الأفغانية. بخصوص علاقتكم بالمجتمع الدولي وإعادة الثقة في هذه العلاقة، هناك اتهامات بأن حركة طالبان تتدخل فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، بماذا تردون؟ داخل نړیوال سازمانونو تدابير سيرجي يا بشري مرست راجي هوي توزيعي. هذه المساعدات والمنح تأتي إلى مؤسسات دولية وأجنبية، وهي التي تقوم بنفسها بتوزيعها، وليس لنا أي دور في توزيع هذه الأموال على الشعب الأفغاني. وهذه تهمة
أو تتهم بها الحكومة الأفغانية، ونحن لا نقوم بصرف هذه المساعدات، ونحن لا نتدخل في توزيع أي مساعدات إنسانية، وأن هذه المؤسسات الموجودة في أفغانستان هي لا تشكو عنا في هذا المجال. وأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا، في السودان، في التغيير المناخي، هم يوجهون هذه المساعدات إلى أماكن أخرى، ونحن نطالب بمزيد من المساعدات، ولكنها هي تراجعت نسبتها مقارنة بالماضي. ونحن نقوم بتوزيع المساعدات على آلاف ومئات آلاف من الشعب الأفغاني من ميزانيتنا الخاصة. ونطالب يعني بمزيد من المساعدات الإنسانية، وأن الشعب الأفغاني يحتاج إلى هذه المساعدات. الآن سيد متقي، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعاطي حكومتكم، حكومة طالبان، مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة، وكل ما يفتح هذا الملف، ملف حقوق الإنسان في أفغانستان، يقال الكثير. ماذا عن تواصلكم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الملف، ملف حقوق الإنسان في أفغانستان؟ يعني مقارنة بأي فترة مادية، ود الحقوق الإنسان في أفغانستان في فترة ذهبية جدا. سابقا كان هناك يوميا تخسر نحو 300 شخص حياته خلال الوجود الأمريكي، والآن لا نستقبل، المستشفيات لا تستقبل الجرحى والقتلى، وكان هناك مداهمات ليلية ومداهمات عسكرية، وكانت القرى الأفغانية غير آمنة. وبعد وصولنا إلى السلطة، فقل ما تجد أن حادث أمني في طول البلاد وعرضها. وسابقا كان هناك أفغانستان تشهد مزيد من الانفجارات وأيضا هجمات انتحارية، والآن أفغانستان لا تشهد هذه الحوادث الأمنية. وكل واحد يستطيع مثلا أن يحصل على حقه، وأميرنا الشيخ حيبة الأخضر حفظه الله ويصدر قرارات بشأن حقوق الإنسان، وأن حياة المواطن الأفغاني أهم شيء بالنسبة للحكومة الأفغانية، ونحن نتعهد بحفاظ حياته وأمنه، ونحن لا نقوم بمداهمات ليلية مثل كما كانت تقوم بها القوات السابقة والقوات الأجنبية. ولدينا في 34 ولاية وأكثر من 400 مديرية، هناك لدينا محاكم خاصة وهي تنظر في مشاكل الناس. أبقى معك في هذا الملف، ملف حقوق الإنسان، ماذا عن الوضع المرأة، وأيضا هذه الانتقادات الموجهة بشكل مستمر من قبل المجتمع الدولي، حركة طالبان، فيما يتعلق بوضع المرأة؟ هناك أعداؤنا يحاولون تقديم صورة سلبية عنا، ويقومون بمحاولة تشويه سمعتنا. هناك لدينا أن كثير من النساء الأفغانيات لديهن أعمالهن الخاصة ولديهن شركات، وأن الحكومة الأفغانية تقوم بدفع رواتبهن لكل امرأة جلست في بيتها، وأن هناك عدد كبير من الممرضات والطبيبات تعمل في إطار وزارة الصحة، وأن الإمارة الإسلامية تدفع الرواتب والمعونات لأكثر من 80 ألف أرملة في عموم أفغانستان.
وأن هذه المساعدات يعني تصب في صالح الرجل. ونحن نعرف أن المرأة كانت تعمل والآن جلست يعني لفترة مؤقتة في بيتها حتى يحين ظروف عملها في أفغانستان. ندر طول هذا سيدي سيدي بشر سارة برستا ده يبشر حقوق ترسولدي. وهذا كل هذه الأمور يعني تساعد في مجال حقوق الإنسان. الاقتصاد الأفغاني يعاني، وأفغانستان تقع تحت طائلة قائمة طويلة من العقوبات. ماذا فعلتم وتفعلون من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وبالتالي التخفيف من هذه الأعباء الاقتصادية على الاقتصاد الأفغاني؟ أفغانستان اقتصاده متأسف أنا بتيرو شلو كلو أفغانستان تبع مليارين دولار رالو. للأسف الشديد خلال 20 سنة الماضية جاءت مساعدات كبيرة جدا إلى أفغانستان، ولكنها لم تصرف كما كانت يجب. وعندما سقطت الحكومة والحكومة السابقة فرأينا أنه لم تكن هناك البنية التحتية اللازمة لتقوية الاقتصاد الأفغاني، وأن هناك بعد التقدم في بعض المجال. والآن نحن بدأنا ببناء البنية التحتية في أفغانستان مثل الشوارع ودورات في المدن الرئيسية والشوارع الرئيسية بين المدن، وأن العملة الأفغانية الآن هي يعني تحظى بثبات مقارنة بالعملة في المنطقة، وأن الأسعار إلى حد ما يعني مسيطر عليها، وأن التجارة ازدهرت بعد وصولنا إلى السلطة. ونحن فتحنا الطريق إلى كل رجال الأعمال والتجار. الحكومة السابقة علاقتها كانت يعني علاقتها لم تكن جيدة بالجيران، والآن نحن قمنا بفتح الحدود مع 6 جيران أفغانستان، وأن هناك وفرة المواد الغذائية في السوق. وربما استمعتم إلى تقرير مؤسسة النزاهة المالية أن أفغانستان تخطو خطوات جادة في مكافحة الفساد، وأن هناك كثير من الأمور البيروقراطية انتهت، وأن اقتصادنا شيئا فشيئا تتقدم وتزدهر. ولأول مرة أن الميزانية الحكومية كانت يعني من العوائد والضرائب الأفغانية، وسابقا كان هناك الحكومة تحصل على 70% من ميزانيتها من المساعدات والمنح الدولية، وهذه الأرقام موجودة لدى الدوائر الحكومية، وهذه ليست مبالغة وإنما هي حقيقة. ونحن قمنا بإيجاد فرص العمل، ونحن ندفع رواتب الموظفين. وربما اطلعتم على تقرير البنك الدولي بخصوص دفع الرواتب إلى الموظفين. هل هذا ما يفسر علاقاتكم الاقتصادية المتطورة مع الجانب الصيني في المقابل علاقات متأزمة مع الدول الغربية؟ ديكي شك نستطيع اقتصادي أريكي راكلا ورقة صادرات واردات. لا شك أن هناك العلاقات الاقتصادية، وأن هناك لقاءات وزيارات متبادلة أمر مهم لأي دولة، ولدينا علاقات مع طاجكستان، وأن هناك الآن يعني وفد مالي واقتصادي يزور كازاخستان، ولدينا علاقات اقتصادية مع إيران مع أوزبكستان، وعلاقتنا ازدهرت مع هذه الدول. غربي هوادنا لمغنى الليدي نبدي خاطر
وأن هذه دول قريبة عندنا فبإمكاننا أن نقوم بعلاقات متبادلة، وأما دول غربية فهي بعيدة عنا. وأن دول المنطقة قامت بفتح سفاراتها في أفغانستان وأن هناك علاقات تجارية مع أفغانستان. وأن أمريكا والدول الغربية قد يعني تخلفت مقارنة أو بدول التي قامت بفتح سفاراتها في أفغانستان. الذين تبلغاتنا هم تحسرس يقول سياسة. وأن دول الغربية والولايات المتحدة تتأثر بتلك التقارير التي تسيء إلى سمعتنا. صادرات حمل قوة أو واردات حمل دين ولرو أفغانستان. ونحن نرغب في أن يكون هناك فتح صفحة جديدة وبأن نقوم بتصدير البضائع الأفغانية إلى تلك البلدان. وأن أفغانستان هي موقع استراتيجي وجغرافي وأنها طريق آمن وقريب وأقصر طريق للترانزيت والانتقال البضائع الأفغانية والبضائع لدول المنطقة إلى آسيا الوسطى ومنها إلى جنوب شرق آسيا. طيب، بما نتكلم عن أفغانستان وجوار أفغانستان، علاقات متوترة، علاقات حدودية متوترة مع الجارة إيران، ماذا عن هذا التوتر وعن أزمة المياه مع إيران؟ لإيران سرد مغاديكي مثبتي دي إيران علاقتنا مع إيران إيجابية جدا، وهناك علاقات دبلوماسية مع إيران، والسفير الإيراني موجود في كابول ولدينا سفير في طهران، ولم تحدث مشكلة كبيرة حتى تلقي بظلالها على هذه العلاقات. وهناك ملف المياه كان ملف مهم جدا، ولكن هناك كل المنطقة تعاني من الجفاف، وأن منسوب المياه تراجع في كل المنطقة وليس فقط في أفغانستان. وعندما يكون هناك تساقط الأمطار وهطول الثلوج فيكون هناك وفرة في المياه، فإن شاء الله ستحل هذه المشكلة. السيد أمير خان متقي وزير الخارجية الأفغاني، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله وجزاك خيرا.